السادسة مساء، أهلا بكم في خدمة إخبارية جديدة من قناة دريم، ونبدأها من تطورات الأزمة بين السعودية وإيران، حيث أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع إيران إلى مستوى قائم بالأعمال، وتخفيض عدد الدبلوماسيين الإيرانيين في الدولة. وقالت الخارجية الإماراتية أنه تم استدعاء سفيرها في طهران تطبيقا لهذا القرار، وأضافت الوزارة أن هذه الخطوة تم اتخاذها في ضوء التدخل الإيراني المستمر في الشأن الداخلي الخليجي والعربي. ومن جانبها أعلنت مملكة البحرين اليوم قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران، وطلبت من دبلوماسييها مغادرة المنامة خلال 48 ساعة، كما قررت إغلاق بعثتها الدبلوماسية لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسحب جميع أعضاء بعثتها. وأوضحت المنامة أن قرارها يأتي بعد الاعتداءات على السفارة والقنصلية السعودية في إيران، معتبرة إياها انتهاكا صارخا لكل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وتجسد نمطا شديد الخطورة للسياسات الطائفية التي لا يمكن الصمت عليها أو القبول بها. وإلى الخرطوم، حيث أصدرت وزارة الخارجية السودانية بيانا أعلنت فيه عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية تضامنا مع المملكة العربية السعودية في مواجهة المخططات الإيرانية. وجاء في بيان الخارجية السودانية أن قطع العلاقات مع طهران يجيء على خلفية حادث الاعتداء على سفارة السعودية في طهران وقنصليتها في مدينة مشهد، والذي يعد انتهاكا واضحا للقانون الدولي بحسب ما جاء في البيان. من ناحيته، أدان رئيس الاتحاد البرلماني العربي رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم اقتحام سفارة المملكة السعودية في طهران وقنصليتها في مدينة مشهد، مشددا على أن هذه الاعتداءات هي انتهاك صارخ لالتزام الدول بحماية البعثات الدبلوماسية وضمان سلامة موظفيها. وأكد مرزوق الغانم في بيان له اليوم التضامن الكامل مع السعودية والتأكيد الكامل على ما جاء في بيان مجلس التعاون لدول الخليج العربية. اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بالدكتورة عبلة عبد اللطيف رئيس المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية. وقال سفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع استعرض الإجراءات التي يجري اتخاذها من أجل تنمية المحافظات المصرية، كما ناقش الاجتماع المشروعات التنموية المزمع تنفيذها في إطار مشروع وظيفتك جنب بيتك، فضلا عن مجمعات للصناعات المكملة والغذائية والبتروكيماوية. بدأت على مستوى الوزارات الاجتماعات التحضيرية للاجتماع الثالث للمجلس التنسيقي السعودي المصري بالرياضة اليوم، والذي يستمر لمدة 3 أيام بمشاركة وزراء التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر والخارجية سامح شكري ووزير التربية والتعليم الدكتور الهلال الشربيني ووزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولي. وسيتم خلال الاجتماع استكمال المفاوضات مع المملكة على تفعيل كافة الاتفاقيات التي تم الإعلان عنها خلال مؤتمر مارس الاقتصاد دي بشرم الشيخ. تفقد المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات الاستراتيجية والقومية واللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة الرصيف البحري الذي يبلغ طوله نحو 500 مربع بميناء بورسعيد. كما تفقد محلب على هامش زيارته للمحافظة أماكن تنكات خلط مادة أسمنتية تسمى تنتو نايت، والتي تقوم بسندي جوانب فجوات الحفر التي تصل مساحتها إلى 100 متر مربع. يأتي هذا لمتابعة أعمال المشروعات الخاصة بتنمية محور قناة السويس. قررت محكمة النقد قبول الطعن المقدمة من مرشد جماعة الإخوان محمد بديع ونائب خيرة الشاطر وأحد عشر متهما آخرين على حكم إدانتهم في قضية مكتب الإرشاد، وقضت بإعادة المحاكمة. ويواجه المتهمون اتهامات بالتحريض على القتل والشروع في القتل تنفيذا لغرض إرهابي وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخيرة حية غير مرخصة بواسطة آخرين، والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف أمام مقر مكتب الإرشاد بضاحية المقطم أثناء احتجاجات 30 يونيو التي كانت تطالب برحيل مرسي، مما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين.